السلام عليكم. رمضان مبارك كريم، بصحة والسلامة إن شاء الله. كما كتعرفوا الصيام هو ركن من أركان الإسلام، دونك كل منافع للجسم ديالنا والروح ديالنا، كيمكننا من أننا نحيدوا كاع السموم اللي كتأكومولا العام كامل، دونك هذاك الشهر خصنا نستافدوا منه وماكسيموم. أول حاجة هو أن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة من الأحسن أنهم يستشروا الطبيب ديالهم قبل رمضان باش يعرفوا واش يمكن ليهم يصوموا ولا لا، على حساب الاستقرار ديال الحاله ديالهم والدواء اللي كياخذوا. دونك انسان خاص يتقبل انه الى الحاله ديالو ما تسمحش بالصيام انه عنده رخصه ياخذها باش ما يطيحش في المضاعفات. ثاني حاجه هو خصنا نعرفوا كيفاش غادي نفرقوا هذا الصيام. دونك اون فوا غادي يأذن المغرب خاص الانسان ياخذ شويه الماء وشويه التمر ويخلي الجهاز الهضمي ديالو حتى يخدم، عادي ياخذ دي روبا لي متكاملين الياف كربوهيدرات وبروتينات، ويبعد ما امكن على المعجنات والحاجات الحلويه بزاف والاشياء اللي تقدر تضر بالصحه ديالو، حيت كنشوفوا الناس بزاف اللي كيجيو مستعجلات بسبب هاد الاشياء. ورمضان مبارك سعيد.